السلام عليكم، ازيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اخباركم ايه؟ ان شاء الله معانا النهارده مع الدرس الثالث في الوحده الاولى. الوحده الاولى فكرتكم بعنوانها بلدنا والوز والوطن. بعد اول درس كنا اتكلمنا عن ازاي بحدد الموقع، والدرس الثاني ازاي بعرف اي مصدر اي معلومه. جه الوقت ان نعرف ونتكلم في الدروس اللي جايه عن بلدنا، عن مصر. فاول حاجه، بما اني بتكلم عن مصر، فاول حاجه لازم اعرف في الدرس الثالث مصر اصلا في مكانها، موقع مصر بالنسبة للعالم. أول حاجة، كلمة موقع يعني مكان، يعني أنا عايز أعرف مصر مكانها فين، وهعرف في الدرس ده مصر مكانها فين وإيه البلاد كمان اللي حواليها أو بيحدها إيه. دي حاجة خلاص، موقع مصر يعني أعرف مكان مصر بالنسبة للعالم. قبل ما أعرف مصر بتقع فين، لازم الأول أتكلم عن العالم. ويسألني سؤال، مما يتكون العالم؟ هو العالم الكبير اللي احنا عايشين فيه ده، الارض الكبيره، كوكب الارض، بيتكون من ايه؟ العالم ده بيتكون من ايه؟ بيسالي بيتكون من حاجه اسمها يابس، واليابس دي هي الارض اللي انا بمشي عليها، وميه. يبقى العالم بيتكون من حاجتين، من يابس ومن ميه. كلمه يابس يعني ناشف، يعني حاجه صلبه، يعني الارض اللي انا ماشي عليها. والميه اللي هي زي البحار، زي البحيرات، زي الانهار، زي المحيطات. يبقى اتفقنا كده ان العالم بيتكون من يابس وميه. طب اليابس الارض اللي انا ماشيه عليها بتشمل ايه او هي ايه؟ قال لي دي عباره عن قارات اللي هي ورايا في الخلفيه في الخريطه اللي ورايا اللي لونها ابيض. يبقى اليابس بيتكون من قارات. تاني، اليابس ده بيتكون من حاجه اسمها قارات. مس اصلا يعني ايه كلمه قاره؟ قال لي القاره دي ارض كبيره قوي وجواها دول، يعني مساحه واسعه من اليابس تضم عدد من الدول بداخلها. مساحه واسعه من اليابس يعني مساحه، يعني ارض كبيره قوي، حاجه كبيره قوي، يابس ارض وجواها دول، يبقى قاره ارض كبيره قوي تضم دول. تمام. طيب القارات دي زي ايه؟ قال لي زي قاره اسيا، اوروبا، افريقيا، امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، استراليا. وهنا تحت في القاره القطبيه الجنوبيه، هنشوفها تاني في خريطه مع بعض. تعالوا هنا اهي. يبقى العالم بيتكون من يابس وميه. اليابس اللي هو اسمه قارات، والميه اسمها محيطات. طب القاره دي يعني ايه؟ قال لي مساحه واسعه من اليابس تضم دول بداخلها، يعني ارض كبيره قوي وجواها دول. طب القارات هي ايه؟ قال لي اسيا، اوروبا، افريقيا، امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، القاره القطبيه الجنوبيه او ليها اسم تاني انتاركتيكا، استراليا. تمام، هي دي القارات. والمحيطات، بص بقى المحيطات زي ايه؟ المحيط ده ميه مالحه ذات اعماق كبيره، يعني عمقها كبير جدا، يبقى مالحه اعماقها كبيره جدا جدا جدا. يبقى المحيطات مساحه من الماء المالح ذات اعماق كبيره. طب ايه المحيطات اللي عندي؟ المحيط الهادي، المحيط الاطلنطي، المحيط الهندي، محيط القطب الشمالي، المحيط القطبي الجنوبي. لاحظ ان المحيط الهادي موجود في شرق الكره الارضيه، وفي شرق الكره الارضيه، وفي غرب الكره الارضيه، وفي الشرق وفي الغرب. وده ليه؟ عشان الارض تبقى كرويه، فلما بعوز ارسم الخريطه طبعا هتبقى ترسم على ورقه مسطحه، فلما هفردها هيبقى يظهر هنا المحيط الهادي، وهيظهر هنا تاني المحيط الهندي. بس ده مش موضع سؤالي، انا موضع سؤالي العالم بيتكون من يابس اللي هو اسمه قارات، ومن ميه اللي هي اسمها محيطات. تاني اهي، اولا القارات اللي هي مساحه واسعه من اليابس تضم دول بداخلها. القارات دي عندي اصلا بتتقسم لنوعين، هنا قارات عالم قديم اللي هم الثلاثه اللي مع بعض اسيا واوروبا وافريقيا، وقارات عالم جديد اللي هي امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، القارة القطبية الجنوبية، استراليا. طب ليه مس سموهم قارات عالم قديم وسموهم قارات عالم جديد؟ في البداية الإنسان لما عاش في آسيا وأوروبا وأفريقيا اتوجد هناك، فافتكر إن مفيش في الدنيا غير الثلاث قارات دول، فعمر فيها وبنى فيها كل حاجة وزرع وعاش سنين طويلة على الثلاث قارات دي. بعد كده اكتشف وركب سفينة ومشي في البحر في المحيط الكبير ده، اكتشف إن في أربع قارات تانية جديدة غير اللي هو عايش فيها، عشان كده سميناها قارات عالم جديد. يبقى مكان ما عاش الانسان الاول وعمر وزرع قديما سميناها قارات العالم القديم اللي هي اسيا، اوروبا،
افريقيا. انما بعد كده لما راح واكتشف وشاف ان في قارات جديده غير الثلاثه اللي هم عايش فيها فسميناها قارات عالم جديد عشان الانسان هيعمرها بعد كده معمره حديثه. زي ايه؟ امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، القاره القطبيه الجنوبيه، استراليا. تمام كده؟ يبقى تاني قارات عالم قديم اسيا افريقيا اوروبا، قارات العالم الجديد امريكا الشماليه امريكا الجنوبيه استراليا القاره القطبيه الجنوبيه. يبقى عدد القارات كلهم 7 قارات بيتقسموا لقارات عالم قديم وقارات عالم جديد. يبقى اليابس ده متمثل في القارات، او اليابس يشمل قارات العالم الجديد والقديم معا، هما الاثنين مع بعض برضه بتبع اليابس. نيجي على المحيطات اللي هي الميه، قال لي مساحه واسعه من الماء المالح ذات اعماق كبيره، ميه مالحه عمقها كبير قوي يا مس، كبير جدا جدا جدا. زي ايه؟ المحيط الهادي، الاطلنطي، الهندي، المتجمد الجنوبي، المتجمد الشمالي، دي محيطات تاني. طيب هرجع تاني هنا اوريكم حاجه برضو في الخريطه. اكبر قاره لو انا ببص بنظري كده هعرف اجيبها من على الخريطه، اكبر قاره هي القاره دي قارة اسيا، يبقى اكبر قارات العالم مساحة هي قارة اسيا. طب اصغر واحدة هتبقى فين؟ اهي اصغر واحدة اهي قارة استراليا. يبقى اكبر القارات من حيث المساحة اسيا واصغرها استراليا. طب المحيطات، مس ايه اكبر محيط عندي؟ قال لي محيط الهادي، المحيط الهادي ده اكبر محيطات العالم مساحة، واصغر المحيطات هنا المحيط اسمه المتجمد الشمالي. على فكره المتجمد الشمالي او القطب الشمالي الاثنين واحد يعني. تمام؟ يبقى هنا المحيط المتجمد الشمالي اكبر محيطات مساحه الهادي، اصغرها مساحه المتجمد الشمالي. اهي تاني اهو قاسم لي قارات العالم القديم اهي اليوم 3 اسيا اوروبا افريقيا، قارات العالم الجديد امريكا الشماليه امريكا الجنوبيه استراليا القاره القطبيه الجنوبيه. ده كده انا اتكلمت عن العالم يا مس، وعرفنا العالم بالتفصيل بيتكون من ايه. مصر فين بقى من العالم الكبير ده كله؟ قال لي مصر، هنشوف دلوقتي مصر فين. بص هنا عندي في الخريطه، قال لي مصر بتقع في قاره افريقيا، ولو رجعت لورده البوصله هلاقي ان هي في شمال شرق قاره افريقيا. بما انها على جنب كده فبقول عليها ركن، يبقى مصر بتقع في الركن الشمالي الشرقي من قاره افريقيا. يبقى مصر مكانها فين؟ في افريقيا. طب فين بالظبط في افريقيا؟ قال لي في شمال الشرق، اتجاه فين بالظبط؟ شمالها شمال شرق قاره افريقيا. تمام؟ وعشان موقع مصر مهم جدا 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 بشكل مش طبيعي، فاشار ليه كتير جدا من المفكرين زي الجغرافي جمال حمدان، ده اتكلم عن موقع مصر، قال ان مصر بتقع في قاره افريقيا وتعتبر بتوصل او نقطه بتلتقي عندها اسيا وافريقيا، كانها كده موصله اسيا بافريقيا ايه في النص ما بينهم، وبتقترب منها قاره اوروبا. قال لي كمان ان مصر عندها قناه السويس ودي تعتبر طريق تجاري مهم. ده ملخص للي قاله او اللي كتبه عنه جمال حمدان، لان جمال حمدان كتب كتب كبيره كتير جدا عن مصر، من ضمنها مجموعه كتب او مجموعه اجزاء في كتاب اسمه شخصيه مصر، اتكلم عن مصر بالتفصيل. بس تعالوا نكمل موقع مصر معايا. اهي تاني مصر بتقع في قاره افريقيا، بالتحديد فين؟ في افريقيا، في شمال الشرق قاره افريقيا. ده موقع بالنسبه لافريقيا. هنا بقى هل في لينا جيران؟ ايه اللي بيحب مصر؟ موقعها بقى الجغرافي، هو موقع بالنسبه للاماكن الاخرى، ايه الاماكن اللي حواليها تاني؟ قال لي تعالي بصي هنا في شمال مصر هلاقي موجود البحر المتوسط، يبقى يحد مصر من الشمال البحر المتوسط، ومن الشرق البحر الاحمر، يبقى في الشمال البحر المتوسط وفي الشرق البحر الاحمر. نيجي هنا على الغرب، قال لي في الغرب بيحدها ليبيا، يبقى في الغرب عندي هنا جيراننا، دي دولة ليبيا ودي دولة عربية. وفي الجنوب السودان، يبقى تاني في الشمال البحر المتوسط، في الشرق البحر الأحمر، في الجنوب دولة السودان ودولة دي أرض يابس يعني، وفي الغرب ليبيا ودي برضو دولة يعني هي كمان أرض. تاني شمالها البحر المتوسط، شرقها البحر الأحمر، وجنوبها السودان وغربها دولة ليبيا. يبقى اليابس موجود فين في مصر؟ بيحد مصر من جهه ايه؟ الجنوب هنا عشان دي دوله يعني ارض، وفي الغرب عشان برضه دي دوله، يبقى اي دوله دي يابس.
انما البحر موجود فين او الميه موجوده فين؟ في الشمال وفي الشرق. تاني يحد مصر من الجنوب والغرب يابس، يبقى في الجنوب والغرب في يابس، انما في الشمال والشرق بيبقى عندي بيحدها ميه. تاني بيجي كتير قوي، يحد اليابس مصر من جهه نقط ونقط، من جهه الجنوب وجهه الغرب. ده برضو عرفت موقع مصر. بالنسبه للمواقع الاخرى، هو مصر بتقع في قاره افريقيا، في شمال شرق افريقيا، بيحدها اربع حدود، من الشمال البحر المتوسط، ومن الشرق الاحمر، ومن الغرب ليبيا، ومن الجنوب السودان. معنى كده ان اليابس موجود في جهه الجنوب والغرب، اما بيحدها من الشمال والشرق ميه. تمام. في تاني موقع مصر قال لي مصر بتقع في وسط الدول العربيه، او الدول، في دول بتتكلم باللغه العربيه فسموها الدول العربيه، ودول جنب بعض. دي قاره اسيا ودي قاره افريقيا. مصر هنا تعتبر في النص ما بين الدول اللي في اسيا وما بين الدول اللي في افريقيا. بيقول لي مصر نقطه بتلتقي، يعني بتتقابل عندها الدول اللي في اسيا والدول اللي في افريقيا، يعني يعتبر قلب الوطن العربي، مركز الوطن العربي. ده بيدل على اهميه موقع مصر. بتاني مصر كانها نقطه بتلتقي عندها الدول العربيه اللي موجوده في اسيا والدول العربيه اللي موجوده في افريقيا، فهي كده قلب الوطن العربي. وده بيدل على اهميه موقع مصر، وان موقع مصر ده قد ايه مهم جدا جدا جدا. يبقى انا كده قلت لكم موقع مصر، تعالوا بقى نشوف اهميه موقع مصر. ايه اهميه موقع مصر؟ قال لي الموقع ده يا ناس خلاها تعرف تتواصل مع جيرانها، مع البلاد اللي حواليها تجاريا، مثلا لانها تجيب منهم حاجه او هم يشتروا منها حاجه، فده اسمه تجاريا. حضاريا، ان هم مثلا ينقلوا منها طريقه علم معينه او علوم معينه، او هم يجوا يتعلموا في مصر، او احنا مثلا نروح نتعلم عندهم حاجه، فده خلاها تتواصل مع جيرانها. يبقى مصر مش دوله مثلا بعيده مش موجوده او يعني على جنب كده، قال لي دي في قلب الوطن العربي وفي وسط قارات العالم القديم، فده خلاها تعرف تتواصل مع جيرانها تجاريا. التجاره اللي هي البيع والشراء، يا اما تشتري لهم، يا اما تبيع لهم حاجه، يا اما تشتري منهم حاجه. وحضاريا ان هي تنتقل بقى العلم والمعرفه. نرجع تاني هنا بس للخريطه، زي هنا كده في النص، سهل تتواصل مع البلاد المجاوره، سهل جدا لان هي قريبه منهم. يبقى موقع مصر ده ساعدها انها تتواصل مع جيرانها تجاريا وحضاريا. ايه تاني بقى يمس؟ قال لي ان مصر مركز تجاري، مكان كده زي سنتر كده، مركز تجاري ما بين اسيا واوروبا. يعني ايه؟ تعالوا هنا في خريطه قدام، هنا بس دي كده الجزء ده اسيا، فانا في اسيا هنا عايزه توصل لاوروبا، هنا تمشي كده تعدي من هنا عند البحر الاحمر، تمشي في مصر وتوصل هنا لاوروبا. يبقى ده طريقها عشان توصل لاوروبا، لازم تعدي على مصر. يبقى مصر مركز تجاري، كذلك امريكا او اوروبا لو هم عايزين يروحوا ناحيه اسيا هيمشوا كده برضه، هتمشي اوروبا كده وتعدي من على مصر عشان توصل لاسيا. يبقى مصر مركز تجاري ما بين اسيا اللي هي موجوده في الشرق وما بين اوروبا وامريكا اللي هم موجودين في الغرب. يبقى هي كده كانها وصلتهم ببعض. يبقى تاني موقع مصر اللي هتعرف تتواصل مع البلاد اللي حواليها. تاني حاجه كانت مركز تجاري ما بين اسيا وما بين اوروبا. نكمل بقى. اهميه بقى موقع مصر، قال لي على مر العصور طبعا موقع مصر مهم، سواء كان قديما او حديثا، وده اللي احنا هنشوفه مع بعض مع الدرس. قديما قال لي مصر تمتلك طبعا نهر من اطول انهار العالم، بيعدي عندنا في مصر اسمه نهر النيل. نهر النيل ده هو فعلا شريان الحياه للمصريين، ويعني احنا طبعا مصر بلد صحراويه، يعني 96% من مساحتها فيها صحراء، فنهر النيل مؤثر جدا ومن العناصر المؤثره في انها تزود اهميه موقع مصر. عمل ايه بقى نهر النيل؟ اول حاجه المصريين القدماء من زمان قوي عاشوا على جانبي نهر النيل، بيقولوا عليهم ضفتي نهر النيل، الجانبين بتوعه. طب نهر النيل ده يا ناس
بيسقي الزرع يبقى هيشتغلوا في الزراعه. يبقى من زمان قعدنا عند نهر النيل وعشنا جنب نهر النيل فعرفنا الزراعه فاشتغل المصريين في الزراعه. طب هو بس بنسي عليه الزرع؟ لا، قال لي نهر النيل يميز ده بيمشي فيه سفن زي كده، يبقى طريق للتجاره. يعني انا مثلا هنا في القاهره اطل على يعني قريبه من نهر النيل، واسوان عند نهر النيل، لو عايزه ابعت لهم بضايع هبعتها لهم عن طريق نهر النيل. يبقى نهر النيل ده طريق للتجاره. ليه؟ لانه قال لي بيربط بين شمال مصر وجنوبها، يعني من الشمال للجنوب كده هتمشي عن طريق نهر النيل. يبقى نهر النيل طريق للتجاره بيربط بين شمال مصر وجنوبها. بس قال لي لا يا ميس، انت عارفه ان نهر النيل مش بيعدي في مصر بس، ده بيعدي في دول كتير، فبيوصل هنا. ممكن ابعت حاجات عن طريق نهر النيل لدول وسط افريقيا. دول وسط ايه؟ الجزء ده اسمه وسط افريقيا. يبقى تاني، نهر النيل هو اللي خلى المصريين يشتغلوا في الزراعه. نهر النيل انا بستعمله طريق للتجاره عشان بيوصل طريق للتجاره من شمال مصر وجنوب مصر. بس قال لي لا، كمان ده ممكن يبقى طريق تجاره، يعني ان انا ابعت تجاره او ابيع حاجه او ابعت اي حاجه لاي دول من زي دول وسط افريقيا. يبقى نهر النيل طريق للتجاره بيوصل بضائع لدول وسط افريقيا، وده بيدل على الاهميه الكبيره لنهر النيل. يبقى نهر النيل ساعدنا على قيام الزراعه، ساعدنا ان انا استخدمه طريق للتجاره. بس قال طبعا انا بسبب الزراعه وبسبب التجاره فده ساعد على قيام الحضاره المصريه القديمه. الحضاره المصريه القديمه دي اللي هي لما كانت زمان ايام المصريين القدماء اللي هم الفراعنه، ايام كانت الدوله متقدمه، وده كله بسبب وجودهم عند نهر النيل. عرفوا الزراعه طبعا، فزراعه ساعدهم على الاستقرار. الاستقرار كان هو يقعد في المكان ويبتدي ينتج ويفكر ويعمل الحضاره اللي احنا كلنا بننبهر بيها لحد دلوقتي. يبقى بسبب نهر النيل ده ساعد على قيام الحضاره. قال لي كمان ازدهار الاقتصاد المصري، عشان الزراعه ده نشاط اقتصادي بيجيب طبعا مال، وعندي التجاره برضه ده نشاط اقتصادي بيجيب مال، فده ادى الى ازدهار الاقتصاد المصري. ازدهار دي كلمه جميله، يعني حاجه فيها تقدم فيها الاقتصاد. قديما انا لسه برضه قديما، قبل بقى ما نحفر قناه السويس هنرجع لدرس المصادر الاوليه والثانويه. اللي اتفرج على الفيديو هيبقى عارف الكلام ده. ساعتها انا قلت لكم البضائع بتيجي منين، كانت السفن بتيجي منين، من اسيا تمشي كده في مصر. فيش قناه السويس يا ميس، مش توصل عند خليج السويس في البحر الاحمر والحاجه تنزل من على السفينه تتعبي بره عن طريق بقى الجمال او اي وسيله المواصلات اللي كانت موجوده، وتفضل ماشيه المسافه دي كلها وتركب تاني تعبي الحاجه تاني على السفينه في نهر النيل، ومن نهر النيل على البحر المتوسط، ومن البحر المتوسط على اوروبا. وساعتها قلت ان الموضوع ده بيضيع الوقت، يبقى مهدر للمال. يبقى الطريق ده الاول اللي كان بيمشي بيه فكان بيضيع لي وقت، بيضيع مال ومجهود. يبقى تاني، زمان قبل ما يعملوا قناه السويس، مصر برضو هي من زمان مركز تجاري اصلا، عشان هي بتقع في وسط القارات في نص كده ما بينهم. فكان ايه اللي بيحصل؟ السفن كانت بتيجي من اسيا توصل للبحر الاحمر، حلو، بعد لحد منطقه خليج السويس، بعد كده بتتنقل من السويس لنهر النيل ومنها للبحر المتوسط لحد ما توصل لاوروبا. الطريق ده او عمليه النقل دي كانت فيها جهد كبير جدا، بتضيع وقت كبير جدا من الوقت وكمان من المال، لان كام سفينه بقى هنقعد نحط من سفينه لسفينه، والجمال كل الحاجات دي بندفع فيها فلوس، فده يعني ويست اوف تايم، تضيع الوقت يعني الطريق ده. فقعدنا نفكر، وانتوا عارفين طبعا تطور فكر قناه السويس لحد حديثا ما بقى بعد ما حفرنا قناه السويس. برضو قبل ما نحفر قناه السويس كان في طريق بقى تاني غير الطريق ان هم يمشوا في مصر، اللي هو الطريق ده. في ناس اكتشفت طريق تاني وان هي تلف حوالين قاره افريقيا. الطريق ده اسمه طريق راس الرجاء الصالح. الطريق ده بيمشي كده كده ويلف حوالين افريقيا لحد ما يوصل لاسيا. طبعا الطريق ده برضو بيضيع وقت طويل جدا. يبقى كان قديما كان الطريق كانوا بدنا نمشي في طريق اسمه راس الرجاء الصالح، وده طريق كانت بنلف حوالين افريقيا الدوران حول افريقيا، وده برضو بياخد وقت وجهد ومال كتير جدا. يبقى زمان الطريق اللي انا بقول لكم بيمشي من عند مصر بحر احمر بره نهر النيل بحر المتوسط توصل لاوروبا، وده برضو كان طريق مجهد جدا. الطريق اللي بعد كده كان طريق راس رجاء الصالح، وده اللي هم بيلفوا فيه حوالين قاره افريقيا، وده برضه بياخد وقت وجهد ومال.
طب ايه الطريق اللي بينجز، الطريق السريع اللي يخليني اوصل بسرعه، هي دي قناه السويس. طبعا قناه السويس احنا عارفين احنا افتتحناها 1869، ودي بتربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط على طول، احنا عارفين الكلام ده من درس المصادر الاوليه والثانويه. طب عملت ايه؟ طبعا السفينه يمس بدل ما تقعد نتعب بقى ونروح ونيجي، لا السفينه هتعدي بسرعه من البحر الاحمر تمشي في قناه السويس توصل للبحر المتوسط على طول. يبقى هي كده قللت مده او زمن الرحله. طبعا مده ابحار السفينه هتقلل مده الابحار، لو مده الابحار كبيره لا طبعا هي هتقل شويه عشان هي تبقى سفينه واحده بتمشي على طول. كمان هتوفر ايه؟ الوقت والجهد والمال، مش هنقعد بقى ننزل البضائع ونحط البضائع، لا هي البضائع بتتحط من اول مره على السفينه لحد ما توصل للمكان اللي هي رايحه فيه. يبقى قناه السويس مفيده طبعا يا ميس، اولا قللت مده الابحار، يعني مده او زمن الرحله اللي بتوصل فيها السفينه، يبقى تقليص مده ابحار السفينه. كلمه تقليص يعني تقليل ما بين اسيا واوروبا، هتوفر الوقت والجهد والمال، وده اهميه قناه السويس. يبقى لو قال لي سؤال بما تفسر، افكركم بما تفسر يعني ليه؟ بما تفسر يعني بيسالني عن السبب، ايه اهميه قناه السويس؟ اقول له ايه؟ تقلل مده ابحار السفينه بين اسيا واوروبا، توفر الوقت والجهد والمال، ودي اهميه قناه السويس. لو ده انتري كده في قناه السويس تعدي كده تمشي على قناه السويس توصل بسرعه اسرع. حتى انتم شايفين ان الطريق الاصفر ده مسار قناه السويس، الطريق الاحمر ده مسار طريق راس رجاء الصالح. بالنظر واي حد اول مره حتى نكلمه عن قناه السويس هيبقى طبعا عارف ان افضل طريق واسرع طريق هو طبعا طريق قناه السويس. وعشان احنا عارفين ان عشان نزود من اهميه قناه السويس، عشان السفن ما تستناش ولا تقف في قناه السويس، فعملنا قناه السويس الجديده. وقناه السويس الجديده ديت قللت زمن السفينه، يعني بيقولوا السفينه ليه؟ بدل ما السفن هتقف في الانتظار مفيش انتظار، عملت السفينه تمشي في اتجاهين فيبقى زمن الرحله اسرع. فبدل ما السفينه الاول كانت بتقف 20 ساعه في قناه السويس مده انتظار، لا مده الانتظار قلت شويه لما عملت قناه السويس الجديده وبقت 11 ساعه. يبقى انا كده وفرت وقت كام ساعه؟ 9 ساعات. فده كده افضل لي، خليني اوصل اسرع من الاول. يبقى قناه السويس الجديده دي زودت من اهميه موقع مصر. احنا طبعا افتتحناها سنه 2015، وايه اهميتها؟ قللت زمن مرور السفينه من 20 ساعه انها تفضل في قناه السويس 20 ساعه، لانها تفضل بس 11 ساعه. تستوعب سفن اكبر حجما، ده تشيل حمولة اكتر، ونتيجة كده السفن بقت بتمشي في الاتجاهين، فده بيسرع من زمن الرحله. طبعا قناه السويس مفيده جدا جدا في العالم، مهمه جدا في الاقتصاد المصري. وبس لحد هنا خلص الدرس. افكركم بالنقاط اللي كانت في الدرس. الاول انا كان لازم اعرف العالم ده بيتكون من ايه، وعرفت انه بيتكون من اليابس اللي هي القارات والميه اللي هي المحيطات. جميل قوي لحد كده. بعد كده عرفت موقع مصر اللي هي بتقع في الركن الشمالي الشرقي من قاره افريقيا في قلب الدول العربيه، بيحدها اليابس من اتجاه الجنوب والغرب انما الميه من الشمال والشرق. وعرفنا هل الموقع ده مفيد ومهم ولا لا، وتاثيره قد ايه مهم على العالم. فعرفنا ان مصر الحمد لله بتعرف تتواصل مع جيرانها، عندها نهر النيل اللي ساعد على قيام الحضاره وقيام الزراعه، ده قناه السويس وان هي طريق مهم جدا وبيوفر الوقت والجهد والمال. لحد هنا انا خلصت الدرس الثالث، اتمنى يكون هو سهل عليكم. شكرا يا سنه رابعه، اشوفكم في الدرس الجاي. سلام عليكم.